مرحبا بكم الحكم الدولي هيثم جيرات وحكم المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من البطولة بين النادي البنزرتي والدرجي. الماتش كما قلنا باش تلعب نهار الأربعاء الماضي ساعتين ونص في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. أعطيكم فكرة على مباريات الجولة العاشرة من البطولة. دفعة نهار السبت 11 نوفمبر في المجموعة الأولى نجم الساحلي يواجه قوف القفصة، في المجموعة الثانية مستقبل مرسى الاتحاد المنى السيري، اتحاد طوين يلعب ضد النادي الذي صفاقسي، والنادي البنزرتي باش يكون معفى نهار الأحد. في المجموعة الثانية الأولى الملعب التونسي يواجه اتحاد بن قردان، مستقبل سليماني يلعب ضد الأولمبي البيجي، النادي الإفريقي معفى في المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية ديما نحكي على ماتشات نهار الأحد، نجم المتلاوي يستقبل الترجي التونسي. جلال القادري مدرب المنتخب الوطني باش يعلن نهار الخميس على قيمة الملاعبين باش يواجهوا لهم الدعوة لزوز مواجهات في تصفية كأس العالم ضد منتخب ساو تومي نهار 17 نوفمبر. الماتش باش يلعب في تونس في رادس، وضد الملاوي خارج القواعد نهار 21 نوفمبر. بعد تربص المنتخب باش يكون الموعد مع مباريات الجولات الأولى مسابقات الإفريقية في التشامبيونز ليج، واللي يمثلون كل من الترجي والنجم الساحلي. الجولة الأولى 24 و 25 نوفمبر الترجي باش يواجه النجم، في الجولة الثانية 1 و 2 ديسمبر الهلال السوداني يستقبل الترجي، النجم الساحلي باش يلعب ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي، في الجولة الثالثة 8 و 9 ديسمبر النجم الساحلي يواجه الهلال السوداني والترجي يستقبل بيترو أتلتيكو. في كأس الكاف ممثلنا الوحيد للنادي الإفريقي يلعب الجولة الأولى 26 نوفمبر يستقبل فريق دريمز الغاني، في الجولة الثالثة 3 ديسمبر الثانية 3 ديسمبر يواجه فريق ليبوتو الأنغولي، يسافر الأنغولا النادي الإفريقي، في الجولة الثالثة 10 ديسمبر زادا كيف كيف يسافر نيجيريا يلعب ضد فريق ريفرز نيجيريا. هيثم جيرات اللي حكينا عليه باش يكون حكم نهار الاربعاء بين النادي البنزرتي والترجي، ايضا باش يكون ضمن طاقم تحكيم اياب نهائي الدوري الافريقي لكره القدم لحد اللاجئ بين ماميلودي سانداونز الجنوب الافريقي والوداد البيضاوي. المقابله اللي باش تزرها في الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، هيثم جيرات باش يكون مساعد في الفار. نذكر مقابله الذهاب اللي تلعبت البارح فاز فيها الوداد بنتيجه 2-1. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بوانيت، وكيف كيف تلقاها على الباج سبور باي موزايكا فام.